ومتابعينا بصباحنا لليوم، وأولى فقراتنا هي رح تكون قانونية، ورح نحكي اليوم ونتعرف على كيفية تنظيم عقود البيع سواء البيوت أو الأراضي أو السيارات، وكيف تتم الإجراءات القانونية. رح نحكي أكثر عن كل التفاصيل وشو بيترتب على البائع وعلى الشاري أيضا مع الأستاذ المحامي أحمد الدعبول. صباح الخير أستاذ. صباحكم بخير يا هلا. صباح الخير أستاذ. صباحك هلا. خلينا بداية نعرف شو هو عقد البيع بشكل عام وكيف بيتم تنظيمه. مبدئيا احنا القانون المدني السوري عرف البيع بالمادة 386 منه بأنه هو عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو أي حق مالي آخر إلى الشاري بمقابل ثمن نقدي. طبعا المادة القانونية بهالتعريف هذا اللي ذكريته حددت يعني عدة سمات وعدة شروط لنفاذ عقد البيع وعدة خصائص لهذا العقد اللي كتير متداول. احنا وجود ما في حدا يعني إلا اضطر للبيع بمنزل، عقار، سيارة، أرض، أيا كان. من خلال تعريف المادة لعقد البيع بنلاحظ أنه عقد البيع هو من العقود الرضائية، أي يستلزم أن يكون هناك رضا ما بين البائع وما بين الشاري واتفاق على الثمن، على المبيع، على كل هالتفاصيل. هي مبدئية رح أحكي أنا بالعموم، أنه إذا بنفوت نحن بتفاصيل عقد البيع فنحتاج إلى يعني مجلدات بهالموضوع. هذا هو عقد مسمى، عقد بيع اللي أفرضه القانون المدني بالعقود المسمات هو عقود معاوضة، أي ليس عبارة عن تبرع عن بدون مقابل، هو عقد معاوضة أي ثمن شيء ما تم مقابل شيء آخر. شخص لديه سيارة عوض بشخص آخر بمقابل ثمن نقدي، هو عقد من العقود القابلة للتعيين أو المعينة. هي أحد الشروط بعقد البيع، أن يكون الشيء المبيع شيء معلوما، يعني ما بصير نحن الاتفاق على البيع بدون ما يكون الشيء يعني أي جزافا، يجب أن يكون هذا الشيء المباع وشيء معلوم محدد بدقة موصوف حتى يتم الاتفاق عليه، لا يوجد جهالة في الموضوع من حيث المبدأ القانوني. وأنا والأهم من هالشروط هي كلياتها أن يكون عقد البيع محل البيع هو غير مخالف للنظام العام، فلا يجوز مثلا الاتفاق على بيع أو شراء أشياء مثلا مسروقة، لا يجوز الاتفاق على بيع أو شراء أشياء مخالف للقانون، سلاح، مخدرات، يجب أن يكون هذا الشيء مشروع مسموح التداول فيه ضمن أحكام القانون المدني السوري. تمام. أستاذ أحمد، يمكن في كتير عالم بيبيعوا أو بيشتروا ضمن وكالة، مثلا سيارة اشتريتها من حدا أنا ولكن ما تم تفريغها، هي ضمن وكالة، هل هي تعد بالقانون وبالدولة أنه هي ملكي؟ وإذا خلصت مدة هالوكالة هي بتضل ملكي إذا ما تم تفريغها أيضا أو نقلها للسيارة على اسمي مباشرة؟ الوكالة شو هون يعني، هي شو بتعمل، كيف تضمن حق الشاري؟ هلا من حيث المبدا الوكاله موجوده وصحيحه قانونيا ويتم البيع بموجبها، لكن للاسف يعني انا دائما بحط كنصيحه وكراي شخصي، نحن دائما في عنا اذا بنحكي عن انواع البيع ممكن يصير البيع مثل ما تفضلتي حضرتك عبر الفراغ، سواء بالمصالح العقاريه اذا كان عقار او بمديريه النقل في حال كان سياره، او يتم البيع بموجب حكم، قد يكون حد استحصل على حكم محكمه بالبيع او بموجب وكاله او بموجب عقد بيع عادي منظم بين الأطراف. أنا اللي بحض عليه صراحة هو أن يتم البيع حصرا في المديريات المنظمة لهالأمور هاي، لأنه للأسف خلال الآونة الأخيرة العشر سنوات اللي عاشيتها بلدنا صار في كتير حالات تزوير، تزوير وكالات، تزوير عقود، صار في كتير أشخاص مفقودين. الوكالة بدها يمكن كل كم شهر تجديد. تماما، حصول على موافقة، الحصول على صورة تبقى الأصل عنا في حال إذا تم عزلة، إذا كان الشخص موجود، إذا ما أنه موجود. لكن هي من حيث المبدأ القانوني صحيحة 100%، يتم الفراغ بموجبة، يتم نقل الشيء المباع فيها، لا خلاف عليها. لكن هذا الشيء أحيانا يعني صار في شوية لغبصات، لهالسبب هذا نحن بنحط لا انه خلي الامور كلياتها واضحه 100%، تم في عقد بيع، تم في ايجاب من البائع، قبول من الشاري او العكس، اتفاق على يتم دفع دفعات مثلا بالمصالح العقاريه عبر موظف رسمي، يتم توثيق هذا الامر، هون البائع بيضمن حقه والشاري بيضمن حقه.
أستاذ أحمد، منشوف كتير اختلافات وخلافات وأخطاء شائعة بتصير أثناء عقود البيع، إن كان للسيارات والأراضي أو البيوت حتى. يعني بتلاقي كل عقد له شروط محددة أو تنظيم محدد. خلينا نتعرف على كل عقد بين هدول الأراضي، البيوت، السيارات، كيف لازم يتم؟ هلا من حيث البداية، خلينا نقول نحن شخص مثلا، يعني نفوت بالموضوع شوي مفصلا حتى كل شخص يعني عم شاهدنا يعرف انه كيف شو الآلية المتبعة. أكيد. شخص بده يشتري سيارة، عم بيروح عم بدور على سيارة، عم بيلاقي السيارة، تمام، شاف البائع، اتفق وياه على السعر ايا كان السعر. انا هون الخطوات، اول شيء لازم يتم اللي هو استخراج بيان قيد لهذه السيارة، بيان قيد لهذا المنزل، بيان قيد من المصالح العقارية لهذه الأرض، لمعرفة في حال هذه الأرض كان في عليها إشارات، سواء إشارات دعوة، سواء إشارات رهن لصالح بنوك، إشارات رهن لصالح أشخاص، إشارات حجز، لأنه في حال لو تم البيع ولو تم دفع الثمن ولو التزم البائع بنقل الملكية، أحياناً لا يتم نقل الملكية بسبب وجود إشارة حجز، حجز تنفيذي مثلاً، حجز احتياط، أيا كان سبب الإشارة. لما بيكون أنا عندي علم بطبيعة هذه الإشارات الموضوعة على صحيفة السيارة، على صحيفة العقار، يتم معالجته ومعرفته أنه هل يمكن الفراغ وهل ممكن تؤثر فيما بعد على الشيء المبيع، بحيث يضمن الشاري حق، من حق الشاري بعد أن يتم دفع الثمن تسلم المبيع، الاستفادة منه، استغلاله، استعماله، هذا الشيء كله جميعه يلزم عليه التأكد من صحة الشيء المباع ونظافته، نحن نسميه نظيف بالصحيفة تبعه، هون بيلتزم هو فيه وبيستفاد منه. ما يعني كثير نحن عملاء مثلا أشخاص ممكن تشتري منزل بتتفاجئ عليها لما بدها تباشر عمل في إشارة، في فراغ، في بدها تفرغه، في إشارة عليه، هاي الإشارة أحيانا عم تمنع، قد تكون إشارات لصالح الدولة، قد تكون إشارات لصالح أشخاص زراعي، أيا كان السبب. لهيك الخطوة الأولية بيتم معرفته، يتم الاتفاق مع الشاري في حال وجود إشارات. الخطوة الثانية بيتم اتباع الأصول القانونية المتبعة والحديدة، التعليمات الصادرة عن الوزارات المختصة، بحيث إيداع مبلغ بالبنك، من حيث الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، فيما بعد يتم دفعه كسبيل على تعاقد، ويتم فيما بعد ذلك الفراغ، دفع الدفع النهائية عند الفراغ وتسجيله على اسم المشتري في الدائرة المختصة. تمام. أستاذ أحمد، يعني قديش مهم اليوم يكون موجود محامي لدى الطرفين؟ يعني محامي واحد بيشيل الحمل ولا لازم يكون في محامي اثنين لكل حدا، للبائع وللشاري؟ وقديش مهم اليوم نحن ما نتجاوز مهنة حدا، يعني انه يكون في ضمان لحقنا، ضمان لحتى نحن يكون عندنا معرفة اكثر، خاصة انه يمكن في قوانين جديدة، في قصص جديدة نحن ما عندنا خبرة فيها. هلا ما بدي انا ينفهم حكي ترويج للمحامين، لا ابدا، لكن هي حقيقة اختصاص المسألة، مسألة اختصاص لا انتقاص. المحامي ضليع بهالأمور هي، يعني ساعات أنا مع احترامي لجميع المهن، تعقيب معاملات مهنة محترمة منظمة قانونيا، لكن لما أنا عم بعطي معقب معاملات صحيفة عقار موجود عليه بضع الإشارات، ما بيعرف شو هالإشارة، شو معنى عن إشارة دعوة، عن إشارة حجز احتياطي بدعوة، عن إشارة حجز تنفيذي، عن إشارة رهن، عن ما رح يعرف شو معناهم كل واحدة وتبعية كل واحدة. لكن لما انا بعطي هالشيء هذا لمحامي، هو بيعرف يفندها، بيعرف الحصول على سبب هذه الاشاره، نحن بيهمنا بالاساس السبب، قد يكون المشتري مثلا صاحب قرض على العقار او على السياره، هذا موضوع، قد يكون المشتري لم يسدد كامل الثمن لصالح صاحب السياره المالك السابق، هذا الشيء قد يؤدي الى فسخ تسجيل السياره، لهالسبب هذا انا بعتبر شيء كثير مهم وجود محامي. هلا الفرق بين موجود محامي ووجود محاميين، باعتبار كل شخص للاسف نحن البائع والشاري رح يتوقع انه كل واحد عم يجيب اذا جاب المحامي من قبل الشاري رح يفكر عم يجي ضد البائع والبائع، لهيك يفضل وجود محاميين. محامي القانون لا يختلف عليه احد. لما انا عم بحكي انا بالماده 386، عم بحكي الماده 131، عم بحكي مواد قانونيه، هي مو راي شخصي، انا عم بحكي موجب احكام القانون، لهيك المحامي رح يكون أنا مواجي عن الشاري أو عن البائع مقابلي، رح يفهم أنا شو عم بحكي. نحن اتفقنا بنستخرج إخراج قيد لهذا العقار، لهذه السيارة، نعرف هذه الإشارات، تم الاتفاق عليها. قد يكون إحنا كتير أحيانا نحن نلاحظ أنه في عالم تشتري مقبول بالإشارات، ما في مشكلة، لكن يكون هو على علم أنه أنت هي الإشارة، أنت عندك دفع مثلا باقي من ثمن المنزل عبارة عن مبلغ مالي، موافق أنت تشتري ونخصمه من الثمن، بصير في اتفاق بدون ما يكون في غبن، يكون في تدليس، يكون في غش من قبل البائع او الشاري. لهالسبب هذا اللي عم تنظم عند شخص مختص عقد البيع لاي كان،
منزل، أرض، سيارة، عم يتم تنظيمه بالشكل الصحيح واللي عم توقي. هون العبارة الأساسية. قد يكون أحيانا في تكلفة زيادة على البائع والشاري، لكن التكلفة اللي أنت عم تحطها هي طبعا رح تكون بسيطة جدا مقارنة بثمن الشيء المباع، لكن أنت عم توقيك من مخاطر وإشكالات قانونية قد تودي بحقك كاملا كبائع أو بحقك كاملا كمشتري. أنت عم توقيك من دخول، والتكلفة اللي عم تدفع قد تكون عم تدفعها ورح تدفعها بعدين مضاعفة وأضعاف. لكن للأسف شوي جهالة بالقانون، شوي كل واحد بيعتبر حاله أنه أنا كثير. نحن بسأبنا بيجي لعنا على الشركة مثلا أشخاص أنه أستاذ أنا نص محامي، بيكون هو مساوى معاملة طابو. أستاذ أنا نص محامي، بيكون مصور وراء دعوة. أستاذ أنا ثلاثة أربعة محامي. يا أخي أوكي ما في مشكلة، احنا ما تعبنا على الفاضي يعني. خلينا نوقف استاذ عن نقطة مهمة، المخاطر والإشكالات يلي ممكن تصير عند البائع أو الشاري اللي حكيت عنها. كيف ممكن إنه أو هي شو هي الخطوات اللازمة القانونية يلي بتضمن حق البائع والشاري لحتى ما يتعرضوا، عدا عن إنه يكون في محامي؟ أو في أكيد ممكن تصير بعض الإشكالات أو المخاطر حتى لو كان في موجود محامي. الخطوة الأولى أنا بعتبرها هي الجوهر والأساس، أنه أن يتم تنظيم العقد ودفع الثمن أمام موظف رسمي، أن يتم أمام حتى مقدم محامي. المحامي بالنهاية وليس موظف رسمي، له مكانته، له وجوده، له خصائصه القانونية اللي بتوضح للبائع والشاري، لكن المحامي لا يعتبر موظف رسمي. لهالسبب هذا أنا أي شيء حتى لو نقول الإشكالات أغلبيتها بتصير لما بيتم دفع الثمن على دفعات أو تقسيط، وخاصة نحن مع الاختلاف والارتفاع سعر صرف الليرة السورية وتباينها من مدة إلى أخرى وخلال مدد متقاربة. يعني شخص بيكون متفق على مبلغ باقي 20 مليون ليرة، خلال فترة شهر ممكن كل واحد بيحسبون ألف حساب تماما. لهالسبب حتى السندات تبعك عمول فيهم سندات أمانة، عمول فيهم اكتبها من دون سندات، حتى اكتبها بأصل العقد، اكتب في عندك ضريبة. العالم تهرب من الضريبة، ليش نتهرب من الضريبة؟ هي الضريبة هي إلى خزينة الدولة، خزينة الدولة راح تعود إلى المواطنين كافة بحسب التراتبية تبعه. لهالسبب هذا أنا قم بهالفعل هذا أمام موظف رسمي، وثق هالاتفاق أمام موظف رسمي. لأنه لما بيكون الاتفاق بين البائع والشاري على حدة، هون ما في شيء رسمي بيناتهم، في توقيع. إذا بدنا نلجأ نحن في حال حصول إشكال قانوني رح نلجأ للمحكمة، وإثبات الغبن، إثبات التزوير، إثبات في عدة وقائع قد يتم الطعن فيها. أما في حال تم هذا العقد أمام موظف رسمي فهو لا يطعن فيه إلا بالتزوير حصرا. تمام أستاذ أحمد، في كتير أشخاص هنا مسافرين برات البلد وبيكونوا عاملين وكالة، إن كان لحدا من قرايبينهم أو إن كان لمحامي خاص بالعائلة. خلينا نحكي كيف بتتم الوكالة، قديش اليوم نحن هيك فينا نحط ثقتنا بأشخاص بخصونا نعمل لهم وكالة لبيع أو لشراء عقارات؟ شو لازم نحن نتصرف، خاصة إذا كان محامي بعيد عننا ولكن نحن مأمنين فيه؟ كيف نحن فينا نحسن حالنا ضمن الوكالة، وخاصة إذا كنا برا؟ كيف فينا نحمي حالنا ما ننغدر؟ يمكن ما بتعرف الايام والظروف شو بتعمل. خلينا، لان سؤالك رح اقسمه لشقين. أوكي. الاول الوكاله مثل ما حكينا نحن انه تحتاج الى تجديد، تحتاج الى الموافقات اللازمه، تحتاج الى هي بتصير من خارج البلد. طبعا بتصير، ما في اي، لكن PDF او شيء او لا مو PDF، تنبعت عبر دي اتش، بتكون الوكاله الاساسيه بتم تنظيمها بالسفاره السوريه. لكن بسبب السنوات والحصار اللي طبق على سوريا، كثير من السفارات تم اغلاقها، ويوجد قنصليات، ويوجد قائم بالاعمال. يعني كثير احيانا عم بتواجهني بيحكوا عالم معي مثلا من المانيا، من السويد، ما عندنا سفاره، بنضطر نسافر الى دوله ثانيه استاذ حتى نساوي. يعني في اشكالات بالموضوع، لكن ان شاء الله امورنا الى انفراج باذن الله. في حال تمت الأمور ما في أي خلاف، بيتم إرسال الوكالة، بيتم تصديقها من قبل الدوائر المختصة، من قبل وزارة الداخلية، من قبل وزارة الخارجية، بيتم اعتمادها ويتم الفرق بموجبها في حال تمت الوكالة. هلأ الشق الثاني من السؤال، التحصين وثقة، ما في عندي جواب. أوكي. حسب أنت شو الشخص. طب توثق فيه أو توثق. لكن قانونية أنت، خلينا نقول إحنا الوكالة هي الأصل حسن النية. الأصل أنا عم موثق بأي شخص، أنا قد أكون موكل محامي، قد أكون موكل صديق، قد أكون موكل أب أم أيا كان. وللأسف يعني بزمن يعني غابر صرنا، وأحيانا فعلا في عندي دعوة من أب على أولاد، من أولاد على أم للأسف. في حال تم استغلال هذه الوكالة بأفعال خليني أسميها بدرجة أولى مو غير قانونية، غير أخلاقية،
بالدرجة الأولى، لأنه اللي عم بيقوم بتنظيم وكالة صالحه الشخصي أو استغلاله هو بالدرجة الأولى الفعل غير أخلاقي قبل ما يكون غير قانوني، يتم متابعته والسير بالدعوة لإثبات أنه أنا الوكالة تبعي خاصة ببيع لصالحي وليس لصالحك. لكن عم بصير فيه يعني إثباته بالقانون، أنت مساوي وكالة، تصرف صادر منك أنت ملزم فيه عمليا. لهيك أنا يفضل دائما أنه يتم تحديده بالوكالة، يعني أنا خارج البلد على سبيل المثال بدي أنظم وكالة لحضرتك لتبيعي لي عقار، فأنا لازم أكتب أنا الموقع عندنا وكلت السيدة فلانة الفلانية ببيع العقار رقم كذا 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 بمبلغ كذا كذا وأيداع لصالحي في مصرف كذا، يعني أنا بنظمها بحددها بالشكل. سيئة المصيبة أنه هي أشهر الوكالة عم تكون، لا يتم تجديدها ما لم يتم عزلها، يتم تجديد الوكالة ما في مشكلة، في وكالة بضل سنتين ثلاثة مع في خلاف. يعني في عنا هنا دخلنا موضوع الوكالة، الوكالة تنتهي بوفاة الوكيل أو الموكل، الوكالة تنتهي بعزل من قبل أو الاعتزال من قبل الوكيل أو الموكل، أمور إنهاء الوكالة. لكن الشيء الأساسي نحن أنه نحددها بدقة حتى ما فعلا ما تصير فيها إشكالات، يعني أحيانا عم تودي فعلا بعقارات كاملة، بسيارات كاملة، بمبالغ، بمصالح، بمبالغ مالية هائلة للأسف بموجب وكالة، لكن نحن نحددها بصراحة أو أن يتم وضع الثقة في الشخص فعلا الصحيح. سريعا استاذ، ممكن انه سند الأمانة يكون حصانة للشخص انه مو فيه يعمل سند أمانة على المحامي مشان قصة الغدر والثقة والصحيح؟ سند الأمانة هو خرج عن سند الأمانة، يعني بنفوت نحن موضوع الأمانة، الأمانة هي مبلغ مالي يتم إيداعه للشخص المطلوب إلى حين الطلب. تمام، هل عقد البيع هو انه سند أمانة؟ لا، انا مع مشان يضمن حقه، يعني لا يضمن حقه وثقه بالعقد. يعني حتى سند الأمانة، حتى احنا كثير متعارف عليه أغلبية الأشخاص بيقوموا بتنظيم سند الأمانة بين بعض، خطأ أكيد إلى حد ما. موضوع يعني لازم يطول شرحه ونحكي عنه بحلقات قادمة ونوضحه أكثر للناس. شكرا كثير لك، بتشرف فيكم، أهلا وسهلا.